هذا بيت قديم قديم مرة واحدة. كم مزرعة عندكم أبو عبد الله؟ أنا عندي يمكن 7 مزارع. 7 مزارع يعني؟ نعم. في نفس المنطقة؟ في نفس المنطقة في الماوين. في الماوين؟ نعم. يعني هل هناك تفاح أو فقط يعني؟ نعم، عندنا مجموعة من الأشجار في مزارع القديمة اللي احنا بها الآن، وفي المزارع الجديدة منها زراعية، ولدينا الرمان والخوخ اللي هو المشمش والفركس والتين وأنواع العنب، مجموعة أنواع من العنب. وبالكثرة عندنا نسبيا أكثر أشجار موجودة هي أشجار العنب. لدينا أشجار العنب في 4 مزارع. 4 مزارع؟ 4 مزارع العنب. نعم. وسبع أنواع. ومزرعتين تين ومزرعتين فركس ومزرعة رمان. نعم. كم أنواع عنب؟ عندنا أنواع عنب المزروع لدي 4 أنواع. 4. نعم. والموجود الأنواع الكثيرة موجودة في بعض المزارع الأخرى أكثر من الأنواع هذه. الحمد لله. الحمد لله. والليمون أيضا يوجد، البرتقال، اليوسف أفندي، البخار، التفاح البلدي موجودة لدينا في المزارع، اللهم لك الحمد. الحمد لله. وكذلك الكمثرى. نعم. موجودة لدينا. أيه. التوت. نعم. موجود. مشمش. المشمش موجود وهذا هو، ولكن انتهى قبل يمكن شهرين من الآن. أي. شهر 6. أي. شهر 6 انتهى. نعم. 6 ميلادي. نعم. 6 ميلادي. ولدينا الفركس هذا طبعا البعض منه بدأ الآن في بواكير النجاح. نعم. اللي هو موجود في يدي هذا. ويأتي بأحجام أكبر. والباقي الشهر القادم يكون النضج النهائي. إن شاء الله تعالى. نعم. أقيم لدينا مهرجان العام الماضي، مهرجان العنب والفواكه الموسمية للماوين في نسخته الأولى، وكان هناك 50 مزارع، من 45 إلى 50 مزارع شاركوا في المهرجان، وقد نجاح باهر. نحمد الله ونشكره بفضل أوامر وتوجيهات سمو سيدي أمير منطقة عسير، وكذلك اللجنة المنظمة، هو إنتاج وفير من المزارعين، وكان هناك العنب بكميات وفيرة، وكانت والميزة النسبية في مزارع الموين بشكل عام لشجرة العنب، وكذلك الفواكه الموسمية الأخرى الموجودة، ولكن ما تم زراعته في المناطق الأخرى يتم زراعته في الموين وينجح، ولكن ما تم زراعته في الموين لا ينجح في أي منطقة أخرى. أيام مهرجان العنب والفواكه الموسمية في الموين في نسخته الثانية، وكان عدد المزارعين 85 مزارع، وقد نجح نجاحا باهرا، وكان الزوار بالآلاف، وكذلك يمكن دخل المواطنين أو المزارعين من 1,000,000 إلى 1,500,000 في من هذه المزارع، فنحمد الله ونشكره، وكان نجاحا باهرا، وكان ذو جودة عالية، جميع الفواكه التي خرجت من الماوين كانت ذو جودة عالية. جودة عالية من فضل الله جل وعلا. الحمد لله. الحمد لله. جودة محلية، كذلك جودة التربة، المياه العذبة، الماوين تربة مميزة جدا. مميزة. نعم. والمياه كذلك عذبة. الوادي هذا وادي الماوين وادي تاريخي منذ مئات السنين وهم يزرعون مئات العنب. سنين. نعم. منذ مئات السنين ما شاء الله. فقد ذكر فيها القصائد وتغنوا بها الشعار كذلك في المزارع الموجودة، وكانوا يعملون لها حراسات شخصية. نعم. قبل وجود الدولة السعودية. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دولتنا وفضل توجيهات سمو أمير منطقة عسير، حظيت الماوين حظيت بالتنمية والقروض الزراعية والآلات الزراعية، وهم مزارعين أبا عن جد يعني بالوراثة، فكان لهم قصب السبق في إنتاج هذه الفواكه الحمد لله. نعم. في هذه الثمار، فتجد الأودية حتى المجاورة لنا لا يوجد فيها مثل هذه الثمار، وإن وجد ولكنه بكميات قليلة جدا ولا تصل إلى كميات تجارية.
يعني عندنا العام الماضي الله نحمد الله ونشكره حصل إنتاج جميل جدا وكثير جدا ووفير جدا من فضل الله، بل إن مزارع الموين متميزة جدا بشهادة خبراء الزراعة وبشهادة فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير. فنحمد الله ونشكره على ما أعطانا من نعم، ونسأل الله جل وعلا أن نشكر فضله وأن نحمد عليها. التفاح البلدي تفاح قديم وهو الذي توارثناه نعم الأجيال السابقة من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة، وهو تفاح ذو جودة عالية وذو مذاق طيب، حجمه ليس كبير جدا كالتفاح الأمريكي أو أي نوع من الأنواع الأخرى، حجمه متوسط وصغير ولكنه لذيذ جدا. لذيذ جدا يعني نعم. متوسطة نعم بحجم المشمش. إيه البئر التي حفرها الوالد رحمه الله قبل حوالي 30 عاما، وهناك البئر الجدية الهلالية موجودة وسوف نراها الآن، ولقبائل متعددة. نبدأ من آخر وادي الماوين، فهناك قرية أو قرى المخلد، ثم قرى العباس، ثم نحن الآن في قرى التمام وتمتد طويلا إلى أسفل الوادي، ثم قرى الضاربين وهي مكونة من الضبعان والحوى، ثم في أسفل الوادي أيضا قرية الكظامة، وتعتبر يعتبرون فيها ثلاث قبائل آل سلطان وآل يحيى وآل سعد، ثم قرية أو قرى الحفاة وينتمي لها من جميع أهالي الموين هذه القرى، ثم يمتد الوادي إلى أسفل إلى وادي صلاهرة ثم إلى بيشة. وهذه القطع صغيرة لأنها متوارثة، فتجد الأخ جنب أخي أو كذا فبالقسمة يتقسمونها، وهي متوارثة حيازات صغيرة متوارثة من الأجداد إلى الآباء إلى كذا، بينما الأودية الأخرى ممكن تجد عندهم متسع من المزارع ومزارع كبيرة وفيرة لا أو كثيرة تعتبر في المساحات كبيرة، ولكنها لا يوجد فيها ثمر لأن الأودية غير تاريخية، يعني لو الأولين يعرفون فيها مياه متجددة لجلسوا فيها، لكن مياه الوادي هذا متجددة دائما تتجدد، فإذا جانا السيل زي ما ذكرت لك قبل شوي في سنة من السنوات يمكن يجلس 7 سنوات والمياه في الوادي وفي الآبار تغذي المزارع وتغذي الناس. قد كان في هذا الوادي سوق قديم واسمه سوق حشحش خميس الماوين، وكان يأتي له الزائر من تهامة ومن بيشة ومن خميس مشيط ومن أبها، وكان لا يعادل في منطقة الجنوب سوى 2 بن حمود وموجان في خميس مشيط وخميس حشحش وسبت تنومة، هذه الأسواق القديمة. الآن كثرت الأسواق في بلحمر وصار هناك أسواق كثيرة، ولكن أول سوق في بلحمر هو سوق حشحش الماوين، وكان الرابط بين تهامة والسهول والسرة، كان يربط بين محايل العسير ورجال ألمع مع البضائع التي تأتي من بيشة ومن اليمن، فكانت كلها ترد إلى هذا السوق ثم تتوزع، وكان يعتبر نقطة توزيع لهذه الأسواق. الحمد لله زرع والدي رحمه الله وبنى هذا الجدار. هذا الجدار بنى هذا الجدار وأنا أدرس ثاني ثانوي أو أول ثانوي، ما شاء الله. الجدار هذا أنا والدي اللي بناه لأنه طاح من السيل ثم بناه، وكان عمري ذلك الوقت حدود 18 سنة أو 17 سنة، وغرس هذه الأشجار فوقه، وهذه عمرها 30 سنة، هذه الخوخة عمرها 30 عام، ولكن لسه يعني صغير هذه ما في. لا هي مزروعة فوق فوق مزروعة فوق وليست مزروعة تحت، ولكنها عمرها 30 سنة تعطيه مع التقليم والكذا. نعم يعني ما في طول مرة. لا نقلمها نقلم الأشجار عشان تجلس إيش لأنها صح تزمن. لو طالت بعيد وخلاص لازم سلم طويل صح. ونخلي الثمر بعض المرة صح. نعم.